صباح الخير مشاهدينا. اليوم بكاتوك رح نحكي عن الاوتفيتس يلي ممكن تقدروا تلبسوها لما بيكون عندكم مناسبات او عشوات او حتى كمان ظهرات ومحتارين شو بدكم تلبسوا. بالبدايه لكن رح شوف انا وياكم الاوتفيتس يلي ممكن تختارون، وهن منوعين بين الفساتين، بين البنطلون والجاكيت، وحتى كمان بين الجامب سوت يلي هلا كمان رح يقطعوا معنا. بالبداية البنطلون والجاكيت هن أكتر تو آيتمز عادة بينلبسوا بالنهار وبالليل وحتى كمان بالمناسبات. بالمناسبات أكيد ما منعني بالأعراس أو حتى كمان الجالا دينر، ولكن يمكن المناسبات اللي هي بتكون العشوات والجامعات بين الأصحاب والقراب. أول شيء البنطلون يلي عم بيكون من الخصر العالي، عم بيكون في إلو باس، الكوب الريترو بالبوكت، وبذات الوقت التوب يلي عم بتكون بيزك، والجاكيتات يلي عم تكون كلها من الباترنز والكوت الدوباتي. مثل ما كنا عم نشوف الدوباتي والامباتي عم بيضلن بيتكرروا من سيزن لسيزن، واكثر شيء اليوم عم نشوف الدوباتي يلي عم نرجع نلبس كل الموضه يلي هي قديمه بطريقه مودرن. طريقه ثانيه كمان مثل الاي شيب السكيرت يلي كمان كلها عم تكون من الباترنز والخصر العالي مع التوب البيزك البيضه. وهون فيكم بما انه السكيرت كلها ملونه وفيها نقشات عم نخفف شوي بالتوب يلي هي عم تكون بلين وبيزك، وبذات الوقت الكلتش او الهاند باج يلي بينحمل كروس بودي او بالايد وعم بيكون من الليذر، او فيكون كمان يمكن اي نقشه ثانيه نحن بنختار الجلد اللميع مثل الميتاليكس اللي عم يكون كثير دارج، وحتى كمان الصندال يلي عم يكون من الجلد الاسود اللي مطبع مع الكعب العريض. اما بالنسبه للجامب سوت، واليوم الجامب سوت عم يلبس حتى كمان بالاعراس، بس اكيد بيختلف ان كان بالنقشه او حتى كمان باللون وبالشغل يلي بيكون موجود عليه. فيكم تلبسوا الجامب سوت مع شك، وفيكم تلبسوا الجامب سوت هالقد سبار، وفيكم كمان سبورتي شيك. هيدا الجامب سوت يلي هلا عم نشوفه هو من الوايد ليجز او من الخصر الضيق عم يجي، وبذات الوقت الرجلين عم بيكونوا واسعين، كله بلين وان كولر، عم نلون بالاكسسوار وبالصندال والكلتش، او حتى كمان فيكون من هيدا الدريس يلي عم يجي فلافي وواسع، والصندال من اللون الابيض والكلتش كمان من ذات اللون الصندال. طريقة تانية كمان إذا كان عندكم ظهرة على البحر بشاليه بجنينة، فيكم تروحوا كمان لهيك بانتالون كله من الباترنز وتوب سبر من الراوند ناك والنص كم، والأكسسوار فيكم تلونوا فيهم مثل هاللون الفليول أصفر بالكلتش. آخر صورة هنشوفها بهيدي الفقرة هي هيدا هالماكسي دريس يلي عم يكون كله مضلع بالعرض، والأكسسوار هون عم نشوفهم من اللون الكوراي وسان جلاسز من الأنيمال برينت. رح ننتقل هلا لديزاين يور ستايل ونرجع اكيد نرجع من بعدها نروح لفيمس ان فاشن. رح نشوف البست دريست على الريد كاربت من كل السليبرتيز والستارز شو كانوا عم يلبسوا. وبال اول شيء عم نشوف هيدا الفستان يلي عم يكون كله فلورل من الكم طويل الراوند نيك وعم يجي للكاحل تقريبا، واما ستون لبسته من عند دولتشي اند جابانا. ولاحظوا قد ايه فلورل، قد ايه حلو وكلرفل مع الشعر الناتشرال الغره والفيري سوفت ميك اب. تاني دريس واللي هو كانه ببين من تو بيسز بس هو من وان بيس كله من البلاك، فوق عم بيكون له جليتر من الهارت شيب، وكيت هاتسون لبسته من عند مايكل كورس، والميك اب لعيون كثير ناعمين ولكن اللبسك عم بيكون من اللون الغامق البوردو الغامق. اما بالنسبه للشورت دريس يلي كمان كله من الباترنز وفيه ميتاليكس داخل، لاحظوا كمان الهاند باج عم يكون من اللون الاسود والجولد الميتاليك واللي هو من عند دولتشي اند جابانا الدريس. اما بالنسبه للساندال من عند كريستيان ديور، والكلتش من عند سالفاتوري فيراغامو لبسته ميغان فوكس. جيسيكا البا لبس دريس من الهود كوتشير من عند اليساب، ولاحظوا قد ايه كلاسي قد ايه سمبل، عم يجي من الوان شولدر كله ميتاليكس من السيلفر واللون النيود كولر، وللركبه لتحت الركبه الدريس عم بيكون من الكوب شانيل. فيمس ان فاشن رح نقطع عليه بشكل سريع ونشوف البست هير كاتس لسمر 2014.
بفيموس ان فاشن رح نشوف هلا لكينا الهير كاتس لهيدا الموسم ونقطع لهم بشكل سريع وتقريبا كلهم من الشورت هير كات. لاحظوا هون ريتا اورا عم نشوف الشعر اللي مكون اشقر على ميله وحده وكمان كله من الشعر القصير، كمان الشعر القصير اما روبرتس يلي عم يكونوا من الاي لاين شيب، وكل سيده هون بالبقله ستيل. وهون ما قلكم غير تروحوا عند الاخصائي التجميل تبعكم يلي بيقدر يدلكم اكثر وبيقدر ينصحكم اكثر كل وجه شو بيلبق له. نحن عم نشوف هون شو كانوا اهم هير كاتس لسمر 2014. اما ستونز ويفي لوبز، لاحظوا كيف عم يجي ويفي على ناتشرال مع الغره. وكلير دينز عم نشوف البونسي لايرز كمان من الشعر الفاتح، غره على فرد ميله وعم بيجي للكتف. هيك مشاهدينا بتكون خلصت حلقتنا لليوم بكاتوك. انا بودعكم وملتقانا اكيد الاربعاء بذات الوقت. باي باي.